إن شاء الله تكونوا بألف خير، وانتم تشوفوا في فيديو اليوم يلقاكم هذا الفيديو بألف خير وبصحة يا رب. وحتى المشتركين الجدد نقول لكم نورتونا، ما تنسوش الإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس بيوصلكم كل جديد في القناة، وكذا مشاركة القناة مع الأحباب والأصدقاء حتى تعم الفائدة. أهلا وسهلا بكم تلاميذي أعزاء، تلاميذ سنة ثالثة متوسط. في هذا الفيديو اللي راح نخصه للغة الإنجليزية، راح نحاول نحلو مع بعض هذا الموضوع في مادة اللغة الإنجليزية سنة ثالثة متوسط. تابعوا معايا، راح نقراو النص تاعنا وراح نجاوبوا على كامل هذه الأسئلة بالتفصيل كما عودتكم. وشكرا بزاف على التعليقات اللي راكم تخليوها لي في الفيديوهات، واي استفسار تقدروا تخليو لي تعليق في تحت الفيديو، وانا راح نحاول نجاوبكم على كامل التعليقات باذن الله. اذا نبداو مع بعض. My childhood. My name is Huria. I was born on January 1996 in the south of Algeria in a small city called Bni Wanif in Bashar. My father had a big farm. I used to live in the farmhouse with my brothers and sisters. We used to go to school every Saturday on the school bus. But on weekends, we came back to help our mother with the housework. My brothers used to take off dates from palms with my father. I love the past lifestyle so much. My family used to gather around on one table, talk and eat together. But now smartphones divided us. I wish we can go back in time. My childhood, يعني طفولتي. My childhood, طفولتي. My name is Huria. اسمي هو Huria. I was born on January 1996. يعني ولدت، أنا ولدت في جانفي 1996. هنا نقراوها 1996. اوكي، راح نقسموها الى شغل نقراوها 1996، هكا نقراو التواريخ سنوات في اللغة الإنجليزية. In the south of Algeria، يعني في جنوب الجزائر. In a small city، في مدينة صغيرة. Called بني ونيف، تسمى بني ونيف. In بشار، في بشار. My father had a big farm، يعني my أبي كان لديه مزرعة كبيرة. I used to live in the farmhouse. أنا تعودت أن أعيش، كنت أعيش في بيت ريفي. With my brothers and sisters، يعني مع إخوتي وأخواتي. We used to go to school every Saturday، يعني تعودنا أن نذهب إلى المدرسة كل سبت. On the school bus، في بس المدرسة. But on weekends، ولكن في نهاية الأسبوع، في نهاية الأسبوع. We came back to help our mother with the house work، يعني كنا نرجع لمساعدة أمنا في الأعمال المنزلية. My brothers used to take off dates from palms، يعني إخوتي الأخوات الذكور كانوا تعودوا أن يقطفوا التمر من النخيل. With my father، يعني مع أبينا، مع أبي. I love the past life so much، أنا أحب أن أسلوب الحياة في الماضي، أسلوب الحياة في الماضي كثيرا. My family used to gather around one table، عائلتي تعودت أن تجتمع حول طاولة واحدة. Talk and eat together، يعني نتكلم ونتحدث ونأكل مجموعين.
But now smartphones divided us. لكن الآن الهواتف الذكية قسمتنا. I wish we can go back in time. أتمنى أنه يمكنني العودة بالزمن. إذن بعد ما قرينا تكستنا وفهمناه، هنا journals of an Algerian girl huria.blogspot.com، هذا يعني موقع انترنت تاع بلوغ، اوكي، تاع مدونة. task 1 I read the text and complete the biographical notes. بعد ما قرينا النص، يعني اقرأ النص واملأ هذه البطاقة هذه. هذه معلومات ولا نقاط بيبليوغرافية حول، يعني شغل جي على هذا النص. هشرح لكم هذو. title اللي هو العنوان، source اللي هو المصدر، author الكاتب، date of publication عندي التاريخ الإصدار، تاريخ النشر، text type of text يعني نوع النص، شكل النص، type of document هذه الوثيقة هذه النوع تاعها. هنا الأسلوب type of text يعني الأسلوب تاع النص. إذا نقدروا هنا بعد ما فهمنا هذه النقاط نقدروا نعمروهم، نقدروا نجاوبوا عليهم. title هو العنوان. إذا نحن نأخذ my childhood، هنا يا title هي my childhood. هذه title ديرو my childhood. My childhood هنايا. source اللي هو journals، هذا journals of an Algerian girl يعني مذكرات فتاة جزائرية. هنايا source هندير نكتبو هذه كاملة، journal of an Algerian girl huria.blogspot.com، يعني هذا جابوه من المدونة تاع حورية، مدونة في الانترنت، مدونة اللي نكتبو فيها. author شكون هو الكاتب؟ يا حورية، author حورية. date of publication يعني تاريخ النشر، هنا ما عطانيش تاريخ النشر، ديروها هكا، ديروها هنايا. type of text descriptive narrative argumentative يعني وصفي، عندي هنا قصصي، هنا حججي. اذا شو حنختارو؟ حنختارو narrative، اوكي، لانه قصصي حورية راهي تحكي لنا في الحياة تاعها في الماضي. type of document يعني نوع هذه الوثيقة، blog article يعني المدونة، press article مقال صحفي، web article هي مقال من الانترنت. شو حنديرو؟ حنديرو blog article. لاحظوا هنا يا حورية blogspot.com يعني عندنا blog، هذه حورية blogger، اوكي، مدونة يعني تكتب على الانترنت، مدونة عندها مدونة blog article، اوكي. اختاروا type of document blog article، هذا المقال مدونة. task 2 answer with true false not mentioned، true صحيح، false خطأ، not mentioned يعني لم تذكر. Huria has 26 years old. هذه
إذا شفيتو في النص ما ذكرولناش، قالتلنا I was born on January 1996، يعني هنا ما ذكرتلناش العمر تاعها، ذكرتلنا هنا وقتها زادت، ما ذكرتلناش من بار النهار اللي زادت فيه، ذكرتلنا فقط الشهر والسنة. إذن هنا نديروها not mentioned. Okay, Huria has 26 years old. Not mentioned. لم تذكر. They used to live in the city. They used to live in the city. يعني هم تعودوا أن يعيشوا في المدينة. لاحظوا لهنا. I was born in the south of Algeria in a small city called Beni Wenif in Bishar. هنا كان عندهم my father had a big farm. عندهم مزرعة. إذا ما كانوش يعيشوا في المدينة، كانوا يعيشوا في small city اسمها بني ونيف. هنايا هذه راح نديروها false، يعني خطأ. She used to stay at home the whole week. يعني هي تعودت أن تبقى في المنزل طوال أسبوع. هنايا خطأ. False. لأنه وش كانت تدير؟ We used to go to school every Saturday on the school bus, but on weekends. غير في الويكندز ترجع إلى المنزل وتساعد الأم تاعها. راح تكون false. عندنا not mentioned. False. She loves the present lifestyle. هي تحب أسلوب الحياة في الحاضر. وهذه كما شفنا هنا. هنا I love the past lifestyle so much. يعني أنا أحب أسلوب الحياة في الماضي كثير. هنا راح تكون false. Task 3. Find in the text synonyms and opposites. يعني أوجد في النص الشرح والمرادفات والأضداد. North اللي هي شمال حتكون عكسها هو south الجنوب. عندنا north صح south، هذه جنوب هذه شمال. present عكسها present عكسها past. تاني في النص عندنا past. I love the past lifestyle. past الماضي عكسها present الحاضر عكسها في الماضي. يا الحاضر سوي past يا الماضي. tiny معناتها صغيرة. tiny no small. okay small. no tiny small صغير. tiny small. like yeah. love يحب. love. okay. I love the past lifestyle. I like the past lifestyle. نفس المعنى. ننتقل لهنا. task 4. supply punctuation and capital letters when necessary. يعني طبق علامات الوقف اللي هي النقطة والفاصلة، علامة استفهام، علامة التعجب، وكابيتال letters يعني الحروف الكبيرة في المكان المناسب. In the past my sister Joan used to play with her doll a lot.
هذه راح نحاول نكتبوها هنا. عندنا ان ان راح نبداو، هذا الحرف راح يكون كابيتال، كابيتال اي ان the past my sister، هذه ما تغيرش. in the past my sister جوان حتكون كابيتال جي، اسم لأنه اسم proper noun. used to play with her doll a lot، هذو كان ما يتغيروش، في الأخير نضع نقطة. my sister هذو هنا، درنا هذي درنا هنا، هذو ما اللي طبقناهم. used to play with her doll a lot، الأخير نضع نقطة. هذه درناها capital I capital J، هذه هنا في لأنه في أول كلمة في أول جملة، هنا يا capital J لأنه proper noun no propre اسم علم اللي هنا، وعندنا في الأخير راح نضع نقطة. in the past my يعني في الماضي اختي جوان تعودت ان تلعب عفوا بدميتها، تحب ان تلعب بدميتها، ان تلعب بدميتها كثيرا. how long ago did you visit Algeria، يعني هنا تسال عن المده، شحال عندك ملي زرت الجزائر، هنا على شكل سؤال اكيد راح ينتهي بعلامه استفهام. واش راح نديرو؟ راح نديرو هاو كابيتال اتش، نو هاو لونج اجو ديد، يعني هنا غيرنا الاش اتش، هاو لونج ديد يو ديد يو visit Algeria. Algeria proper noun اسم بلد، هنا تنتهي ب question mark على الاستفهام. how long ago did you visit Algeria no question، يعني هذا وش سناهم، درنا capital H تبدأ بها الجملة. how long did you visit Algeria capital A، هنا ألجيريا اسم بلد نديرو capital A، وفي الأخير لأنه سؤال راح نديرو question mark. task 5 put the verbs between brackets in the right form، يعني ضع الأفعال بين قوسين في صيغتها الصحيحة. in the past في الماضي my father أكيد شنو هنا to buy يشتري me a very fast bicycle، هنا راح تكون صيغة الماضي in the past buy to buy to buy شو يقول لنا في الماضي، يقول لنا bought، هذا irregular verb أفعال غير نظامية راح نديروها bought. okay هذه gh silent نقولها bought، تكون my father bought me a very fast bicycle، يعني اشترى لي دراجة سريعة. we used to not to drive the verb to drive it me and my brother، يعني تعودنا ان نسوقها انا واخي، راح تكون هنا صيغة الماضي we used to تعودنا، هنا وش قلنا بعد تو حنا نستعمل ستام، يعني هذا الفعل كما راه نخلي نحي تو ونحي القوسين نخلي غير درايف لانه درنا يوزد تو،
Okay, we use to drive. Use, هذه عندنا هنايا هذه we used to drive نديروها we used to drive هذيك نديرو غير drive نديرو verb drive. It was once stolen. So I asked my brother. لان هذا speech direct speech وال indirect speech مازلو مقريتهمش هادو ما كان نديرهم شفاو لهنا بعد used to الverb ما نصرفوش حنديرو حنحيو القوسين ونحيو to. اوكي ولهنا لازمني نحفظ صيغة الأفعال كاينين أفعال بزاف حنديروهم أغلبية الأفعال in the past في الماضي أغلبية الأفعال راح نديرو verb شو راح نزيدو راح نزيدو نديرو stem اللي هو الverb بلا to غير كي يعني نحيو للto نزيدو ed أوكي نزيدو ed أغلبية الأفعال راح يكونوا هكا وكاين أفعال غير نظامية كما the verb to buy to go اوكي هذو تلقاوهم القائمه تاعها في اخر الكتاب الكتاب تاعكم تاع الانجليزيه تحت تلقاو قائمه الافعال غير النظاميه وكيف نصرفوهم في الماضي. task 6 classify the words according to their final ed يعني صنف هذه الافعال هذه الكلمات حسب نطق الاي دي فيها جمع من الكلمات كامل فيهم اي دي حنشوفو نصنفوهم نطقة الاي دي عندنا ثلاث حالات نات د اد اوكي حنشوفو في فيديو سابق درت لكم القاعده تاع نطق الاي دي started تد اي دي اوكي started تجي لهنا loved loved حتكون هنا د loved stopped هنا تي can go p يعني تي stopped ت played هنا يجي د traveled لاحظوا traveled لد اد traveled liked liked invited حجي ed تد ed اوكي وبهذا نكون وصلنا لاخر الفيديو هكا ما يجيناش الفيديو طويل بزاف هذه الوضعيه راح نخليها لكم نديرها لكم وحدها في فيديو في فيديو منفرد باه ما يجيناش الفيديو تاعنا طويل تابعوا الفيديوهات تاعنا اكيد راح تستفادوا وصلنا لنهاية هذا الفيديو ما بقى لي غنقول لكم تبقوا على خير وراجعوا دروسكم مليح سلام.